انا خلي بالك اكيد انت بتحس، بس يمكن هتحس النهارده اكتر. كل شباب مصر تقريبا او كل اللي نفسه يلعب كوره بيبص طبعا للنجم محمد صلاح والنني، ولكن تريزيجيه برضه ناس كتيره جدا بتبص له وعايزه تعرف هو بدا حياته ازاي، خصوصا لما تكون بقى في بيتك في النادي الاهلي، بدات حياتك ازاي لغايه لما وصلت لان احمد او محمد دلوقتي هو اللي بيبقى معاك. لا هو مشوار كان صعب، انا كان حلمي من وانا صغير ان نفسي العب في الاهلي من وانا صغير. طول عمرك؟ طول عمري. اخويا طبعا الكبير عشان كان في مجال الكوره وكان لعيب كوره، يعني ادي زي ما هفضل اقولها كل مره اللي هو ادي مثلا 1000 مره في الكوره ما شاء الله. اه جدا حاجه. ما كملش هو؟ لا هو كمل بس ما التوفيق ما يعني ما لعبش في فرق كبيره. فهو شاف اللي هو مر بيه، هو بقى هو خدنا انا واداني هو الاهلي، يعني مع ان والدي كان زملكاوي جدا جدا. والدي كان زملكاوي يعني زملكاوي قوي. بس اخويا صمم ان انا ان انا اروح النادي الاهلي عشان انا كان حلمي العب في النادي الاهلي. اوكي. من ساعتها بقى انا رحت بقى مشوار طويل بقى، بتسافر بقى طريق طويل. هو اللي احمد اللي دايما بيبقى معايا. بياخدنا على ايده بقى، يعني اكيد انت صغير بيبقى السفر تعب عليك يعني بترجع عليه وانت مسافر. وهنوصل التمرين وهتعمل التمرين الحلوه وهياخدوك مآمن من وانا صغير بنفسي الحمد لله.